بصرنا أنه نرحب بضيفنا يلي عم ينضم إلينا كمان عبر سكايب، خبير في مواقع التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن، إن شاء الله تكون بصحة منيحة. اليوم عم نتحدث عن موضوع مهم كتير، موضوع الترند والهاشتاج. إلى أي مدى اليوم وصول موضوع معين ليكون ترند أو هاشتاج سيكون له تأثير حقيقي أو له تأثير حقيقي على الأرض، عم بيأثر بالناس على نطاق واسع؟ هلا نانسي، حتى نفهم نحن استعمال الوسم اليوم بكوفيد، خلينا نرجع لأساس الوسم كيف بلش وعلى أي مواقع وليش ابتدى. هو بال2007 أول تطوير الوسم كان بال2007 على منصة تويتر، ومنصة تويتر مش هي رسمياً استعملت الوسم، في الأشخاص استعملوا، في شخص اسمه كريس ماسينا أول ما استعمل الوسم وصار في إقبال كتير كبير عليه، لوصلت مرحلة مؤسسة تويتر عم تستعمله رسمياً، وبعدين غير مواقع التواصل الاجتماعي عم تستعمله، صار كمان فيسبوك لتيك توك للينكدإن لغيرها. وهي ابتدأت لتعطي سياق للكلام اللي عم ينحكى فيه، خاصة من تويتر عنده عدد محدود من الأحرف في الواحد يستعمله، فلا يعطي سياق معين. يعني إذا أنا حطيت على تويتر أنه أنا زايد وزني، يقولوا أوكي أيمن زايد وزنه، بس أنا حطيت زايد وزني وصمت وسم كوفيد-19، واضح أنه نحن بالبيت بكوفيد، أوكي فهمنا عليك أيمن نحن بنفس المشكلة. يعني بس أنا استعمل هالوسم عم يقدر يعطي سياق للكلام اللي أنا عم بحكي فيه، والناس صارت عم بيهمها هيدي الهاشتاجات والأوسمة. عم نشوفها يمكن بالفترة الأخيرة كتير مع كوفيد-19 أو خلال أزمة كورونا، بإطار حملات توعوية من خليك بالبيت لحملات أخرى عم تنتشر بكتير من الدول العربية والعالم. إلى أي مدى هذه الوصوم اليوم ممكن أن يكون لها أثر إيجابي على المجتمع وتعمل نوع من تجمعات معينة أو رأي موحد معين حول قضية فعلا تستحق الاهتمام؟ هو إذا الوصم قمنا باختياره بطريقة منيحة ونعمل تسويق له واستعمال كتير كبير له، فيكون هو أساس لحملة توعية مثل خليك بالبيت. يعني بس بيصير هذا بسياق الناس لما تحكي، إذا بنحكي مع حدا على التليفون أو على واتساب، بس نجم نستعمل الوسم بس حتى نذكر بالموضوع. فهذا لما صار في استعمال لهيدي الأوسمة حتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي بحكي عادي بطلع نحكي هلأ أو على التليفون، هذا يعني هالوسم نجح، ونجح بطريقة أنه وصلت الفكرة الأساسية لحتى نحمي حالنا ونحمي الأشخاص اللي نحبها بظرف هذه الأزمة. طيب بس بالمقابل أيمن كمان عم بيكون في حملات سلبية على نطاق واسع، وعم بيكون عم بتكون هذه الوصوم سلبية أيضا من تأثير على الناس وحملات للتنمر الإلكتروني، وعم نشوف بأوقات عشرات الآلاف من التغريدات بهيدا السياق. ليش اليوم تويتر بعده غير قادر من الحد منه؟ أكيد في الكثير من الجهود الموجودة اليوم، ولكن بعدنا عم نشوفها موجودة بقوة على تويتر وغيرها من المنصات. يلي تفضلتي فيه نانسي مهم كتير، لأنه عم ينعمل دراسات على شو مشاعر الناس وشو عم بيفكروا إذا كان إيجابي أو سلبي وشو اتجاههم. في مؤسسات مختصة تدرس كل العالم شو عم تحكي على نطاق واسع وتحلل إنه هيدي الناس مرتاحة مبسوطة حزينة، ومن هون عم بيشوف نحن إنه لما في ناس عم بتعبر عن حزن أو أسى معين، بنلاقي في كتير ناس عم بتزيد على هالموضوع، عم بتعبر بتحس إنه هي بتعبر عن حالها كمان بهذا الموضوع، وعم بيكون في تكاثر لها. ومن جهة مؤسسات مثل تويتر وغيرها عم بيكون عنده المشكلة إنه بده يكون في توازن بين بده يعطوا حرية للتعبير، وبطريقة كمان إنه ما يكون حرية التعبير عم بتأثر على حريات غير ناس، فمنشان هيك عم يكون عندهم صعوبة إنه يوازنوا اثنين. فلما تكون حالات قصوى عم يتدخلوا فيها وعم يسكروا هالحسابات، عم يكون في إقفال لهالحسابات والحد من انتشار هذه المعلومات، بس بحالات كتير عم يكون في توازن، والتوازن أكتر عم يكون اتجاه حرية التعبير.
أيمن، هل هناك اليوم معايير معينة بتحدد نجاح هاشتاج معين وإمكانية وصوله لشرائح كبيرة؟ يعني إذا في جهة معينة بدها تطلق هاشتاج أو وسم معين، شو هي الأمور يلي لازم تلتزم فيها لتتأكد من انتشاره على نطاق واسع؟ يعني في كتير مؤسسات نانسي عم بتجرب كتير مثل عم تفضلتي انت، انه يشوفوا شو هي الخلطة السرية يلي بتسمح لهذا الوسم انه ينتشر. هلا ما في جواب واضح، بس في اسس معينه للوسم. اول شيء الوسم بده يكون بسيط وقصير، يعني ما يكون طويل وفيه احرف زياده، فبساطته بتساعد اكثر باستعماله. اثنين، بده تكون اللغه المكتوب فيها لغه بيضاء وواسع انتشارها والناس تقدر فيها تفهمها بسهوله. ثالث شغلة، خاصة بالأول إذا بده يزيد انتشاره، بده يكون في مؤسسات وأشخاص ذات نفوذ عم يستعملوه، يعني يا مؤثر، يعني مجموعة من يعني المؤثرين والمؤسسات الرسمية، إذا هي كانت مؤسسات صحية لما نحكي لها أنا هون، أو مؤسسات الدولة اللي حابة تعمل توعية فيها، بده يكون في استعمال كبير لها على المنصات كلها، بتويتر وخارج تويتر، ليكون في إقبال أكبر عليها. ورابع موضوع هو المضمون، إذا في مضمون جذاب حواليه هيدا يلي كمان بيساعد من هيدي هالوسوم إنها تنتشر وتوصل. من ناحية المضمون كمان أيمن، يعني نقطة مهمة جدا اليوم لازم نضوي عليها، أيضا الناس تأكد اليوم من مضمون الأمور يلي عم بتم تنقلها وإرسالها لبعضنا البعض اليوم بإطار محاربة الأخبار المزيفة، وهذا اللي عم تعمل اليوم الكثير من منصات التواصل الاجتماعي. نحن نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا هذا الصباح.